رحيم، أهلا وسهلا بكم في الورشة الثانية من ورش الأونلاين لمجموعة مولكيولار موديلينج. احنا لنا الشرف مجموعة جرافين، احدى مجموعات الأستاذ دكتور مدحت إبراهيم عن النمذجة الجزيئية. احنا النهاردة بنتكلم على أبليكيشن للنمذجة الجزيئية. بنقدم المجموعة الجرافين معايا دكتورة سماح ودكتورة آية. هنقدم نموذج عملي عن تطبيق النمذجة الجزيئية على أحد المشاكل اللي احنا بتواجهنا في العملي وما بنعرفش لهاش تفسير في التطبيقات البيئية. هنشوف مع بعض الاوتلاينز بتاعتنا الانترودكشن على الموليكولار موديلنج ابليكيشنز، وبعدين هنبدا نعرض ايه هي البحث اللي احنا بنتكلم عنه. البحث اللي بنتكلم عنه على التلوث البيئي، مصادر التلوث البيئي الاندستريال ويست ووتر سورسز، وليه بنستخدم المقترح بتاعنا الكيتوزان عشان نعمل تريتمنت للويست ووتر. بعد كده نتكلم ليه الويست ووتر فيها heavy elements ممكن نعملها removal باستخدام الكيتوزان. طيب البروبلم دي هنعمل لها ديل ازاي بالموديلنج؟ هندي مثال حي ازاي نعمل attachment للنيكل والرصاص مع الكيتوزان باستخدام الجوز بروجرام 09. طيب بعد ما عملنا اتاشمنت هنشوف ازاي نقدر نعمل داتا اكستراكشن ونطلع الداتا بتاعتنا، كل انواع الانرجيز بتاعتنا وتوتال دايبو مومنتس، ونقدر نشوف نعمل ديسكشن ازاي الداتا دي ممكن اتريبيوت للداينامكس بتاعتنا ونفهم انترناكشن داينامكس بتاعتنا ما بين الكيتوزان والهيفي ايلمنتس. بعد كده هنحط الكونكلوجن بتاعنا ونشوف احنا ممكن نعمل ايه في الفيوتشر وورك. وهل الفيوتشر وورك هنتكلم على جرافين وليه المجموعه بتاعتنا اسمها جرافين، وايه البروسبكتيف ريسيرش بتاعتنا في الفيوتشر. قبل ما نتكلم بسرعه كده بفكركم بالحاجات الاساسيه اللي الدكتور مدحت اتكلم عنها قبل كده، عشان في فتره زمنيه بين التو ورك شوبس. يعني ببساطة خالص في بعض الدقائق البسيطة بدون دخول في التفاصيل كتيرة عشان تبقى الفكرة الأساسية النظرية حاضرة معاكم. احنا بنتكلم عن موديلنج اللي هو theoretical method اللي بنعمل بيها computational techniques ان احنا نعمل mimic للمولكيولز والمولكيولار سيستمز. اما نقدر نتخيل المولكيولار سيستمز بيحصل انتراكشن ازاي بينها وبين بعضها، اما نقدر نتخيل ايه الداينامكس بين المولكيولز والاتومز والمولكيولر انتراكشنز على مستوى الالكترونز، نقدر نعرف الانتراكشنز ده بوسيبل ولا مش بوسيبل، والاستابيليتي بتاعته قد ايه والافيشنت ولا لا. تمام. طيب امتى بنستخدم المولكيولر موديلنج؟ المولكيولر موديلنج احنا بنستخدمها عشان نعمل بريدكشن للانتر اكشنز او اكسبلانيشن. طبعا ممكن نقول اكسبلانيشن انتر اكشنز اللي نعمل بيها ديسكفرنج لنيو دراجز. تمام. فور اكزامبل، ده اكزامبل من الاكزامبلز اللي كتيره جدا. طب ليه بنعمل القصة دي؟ لأن لو احنا عاوزين دراج عشان نعمل تديل ويز فيروس زي كورونا فيروس على سبيل المثال، ده بيكلف شركات الأدوية من 500 ل 700 مليون دولار، وما بنعرفش الاستابيليتي بتاعت انتراكشن داينامكس بتاعت الفيروس مع النيو دراج، وهل يعمل توتال ريكفر ولا لا، توتال تريتمنت ولا لا، وايه سايد افكتس وايه الداينامكس بتاعته.
الكلام الوحيد اللي يمكن يعمل الكلام ده ونفسره in details بدون تكلفة كبيرة خالص وآمنة، اللي هو ميوكلر مودلينج. عشان كده مهم جدا جدا عندنا. طيب بالنسبة إن غير كده، غير الناحية الطبية أو دراجز، احنا عندنا في المعمل، أنا عندي في تفاعل الليزر مع بعض المولكيولز بيحصل انتراكشن داينامكس، وبيحصل بعض الترانزيشنز، وبيحصل ايميشن لاينز في انترميديت ستيتس ما بنعرف لهاش نفسرها ليه حصلت، في نيو ترانزيشنز ما بنعرفش نفسرها ان ديتيلز ايه اللي حصل. وممكن نعمل تخمين بالنتائج العملية ان الداينامكس حصلت كذا كذا كذا، بس we are not sure 100% about the dynamics. طيب يجي هنا النوكلير موديلنج، ممكن تديني ديتيل انتراكشن داينامكس اللي حصل ايه والستوري كانت ايه بالظبط، بدون ما تكلفني تجربة كبيرة waste of time and waste of samples، وتوفر عليها مجهود كبير جدا. وممكن ندمج المولوكرا ده داينامكس مع اكسبيرمنتال وورك يديني very complete work. ممكن طبعا يتنشر في مجالات كبيرة جدا. تعالوا نشوف ايه اللي ممكن نستفاده من استخدام الكمبيوتيشنال تولز. قبل ما نشوف الاستفادة هنبص كده ايه انواع الكمبيوتيشنال تولز اللي ممكن نستخدمها. كتير جدا، في الاتوميستيك، في الكونتينيوم، في الفاينايت، في البريودك، في الكوانتم، في كلاسيكال ميثودز، في سيمي امبيريكال، في ابينيشيو، في هارد فورك، في دينستي فانكشن ثيوري دي اف تي، في مونتي كارلو. طيب واحد يجي يسألني يا دكتور انا كونفيوزد، هستخدم انهي ميثود مع السيستم بتاعي؟ هقول لك طيب هنشوف هنعمل ايه. طبعا احنا في الشغل بتاعنا هنركز على هنركز على دينستي فانكشن ثيوري في الشغل بتاع اللي انا هعرضه لكم. تعالوا نبص مع بعض كده، ده اكسبلانيشن سريعة بيقول لك لو انت عندك السيستم بتاعك في very large scales من السنتي لغاية الميترز، طبعا سهل جدا ان انت تصنع معاه continuum modeling. ال continuum models بتشوف ال interaction dynamics مش بالثواني، بالminutes، ممكن تبقى اكتر من minutes كمان. لكن لو احنا من very specific بننزل على السكيل بتاع الاتومز والالكترونز والنيوكليوس، مفيش مفر اللي احنا نستخدم كوانتم ميكانيكس. طب الكوانتم ميكانيكس الانتر اكشن داينامكس اللي بتعمل لها مونيتور في الرينج من بيكو سكند لغايه سكيل ممكن توصل لغايه فيمتو سكند، طبعا على حسب الانتراكشن داينامكس ما بتحصل. ف very accurate هنا مايكرو سكيل كويس، هنا very large macro scale. عشان تبقى سهل بالنسبة لكم اهو، المودلز versus scale. السكيل بتاعي لو كان 10^4، يعني انا بتكلم في المايكرو سكيل، خلاص يبقى انا بستخدم كلاسيكال ميكانيكس كونتينيوم ميكانيكس. يعني هنبدأ نتكلم في 10^6، هننزل معانا لغاية 10^10، يعني 0.1، يعني نتكلم في الأقل من أنكشتروم أو أنكشتروم.
طبعا يبقى كده في الاتوميك سكيل والسمول مولكيولز، عشان نقدر نعمل استراكشر بتاعهم الالكترونيك كونفيجريشن، ونقدر نشوف لو نقدر نحمل دراج على المولكيول، والاتوميك كومباينيشنز، ونعمل ميرج ما بين الكترونيك ستيتس. الكلام ده كله ما ينفعش الا بكوانتم ميكانيكس. طبعا نقدر نستخدم واحدة من التلاتة، هاتري فورك أو ديست فانكشنز أو بيرتوبيشن ثيوري. طيب هديك مثال بسيط جدا. لو انت عندك تو هيدروجين اتومز ونقدر نعمل بينهم كومباينيشن، اديني H2. طب H2 شكلها ازاي؟ ان كونفيجريشن بتاعها او الكترونيك كونفيجريشن اخباره ايه؟ ايه اللوكيشن بتاع الالكترونز والانوية بتاعت الملكيول ده؟ هي تبقى موجودة فين؟ والالكترون كونفيجريشن هيبقى عامل ازاي؟ والنيوكليوس اخبارها ايه؟ والالكتريك فيلدز اخباره ايه؟ الكلام ده كله مش هيقدر يبان الا بالكوانتم ميكانيكس in details. طبعا عشان بكده نقدر نفهم أهمية الابليكيشنز بتاعة الكوانتم ميكانيكس. في الكوانتم ميكانيكس هنلاقي ان هي تقدر تعمل contribution في الكيمستري، فيزيكس، بيولوجي، او اي intersection بينهم. في الابليكيشنز طبعا في ابحاث كتيرة بيبقى combination between all of these fields. الابليكيشنز ممكن تدينا ايه؟ ممكن تدينا الجيومتريكال اوبتمايزيشن للستراكشر، ممكن تدينا ستاديز للبوسيبل رياكشن ميكانيكس، ممكن تدينا كالكوليشن الاي ار سبكتروسكوبي، الام ان ار سبكتروسكوبي، اليو في فيزيبل سبكترا بتاع الاوبتيكال سبكتروسكوبي. كل ده ممكن نعمله بريدكشن من غير ما نعمل experiments. طبعا الاكسبيرمنت دي very costly، ولو عندنا samples very danger انت deal about، احنا ممكن نستخدم models عشان نشوف ال vibrationals وال emissions بتاعت المولكيول بتاعنا. لو حاجة dangerous زي الفيروس ان احنا نتعامل معاها، ممكن نعمل prediction ليها من غير ما نعمل experiment. ده مهم جدا. طبعا اهم حاجة بنشوف الكوانتم داينامكس. لو قدرنا نعمل calculations للسبيكتروم دي على سبيل المثال، نشوف هل ده هدينا نتائج مبشرة ولا لا، لكن كده ممكن نعملها experimental. طيب يعني ايه optimization؟ اديك مثال بس بسيط جدا. اوبتمايزيشن عندنا في اكتر من الكترونيك كونفيجريشن للمولكيول ممكن ياخده. احنا بندور على ايه؟ بندور على مينيمم كونفيجريشن يديني مينيمم بوتنشال انرجي عشان تبقى فيري ستيبل مولكيول. ادي مثال للمولكيول ده، في كذا كونفيجريشن، في كذا الكترونيك كونفيجريشنز. بنشوف المينيمم كونفيجريشن الكونفيجريشن الكترونيك كونفيجريشن يديني مينيمم انرجي عشان الفيروس يبقى فيري ستيبل. وصلنا دلوقتي للابليكيشن بتاعتنا في البحث. البحث بتاعنا هتركز على المولكيولار موديلنج في التريتمنت بتاع الووتر بوليوشن. البحث بتاعنا كالتالي، هنستخدم DFT density function theory باستخدام approximation B3LYB والبيس ست LANL2DZ. ليه نستخدمهم؟ عشان نعمل study للremoval elements دي
اللي هو FeNiCu أرزينيك والكادميوم والبي بي باستخدام الكيتوزان. استخدمنا يعني شفنا الموست بروبابل هيفي اليمنتس في بعض المصادر المية لاندستريال ووتر، دي الموست كومن اليمنتس، وشفنا الكيتوزان هل ممكن يعمل لهم ريموفال ولا لا. ساعدنا في الشغل ده الدكتورة هند عزت، الدكتور عبد الرحمن، دكتورة وسام عمارة، دكتور أسامة، دكتورة سماح، الدكتور آية، وأنا، وأستاذنا الدكتور مدحت. طيب حد هيجي يقول لي طب الكيتوزان استخدم كتير، نعم اكسبرمنتالي، لكن دي ابروكسيماتلي almost the first study to make modeling about the interaction بتاع الكيتوزان مع الهيفي elements. ليه دي أول دراسة؟ لأن كل الناس بتستخدم الكيتوزان مع الهيفي elements، وتلاقي البرفونس بتاع الكيتوزان مع الهيفي elements مختلف، بيختلف العنصر التاني، مش بيفهموا، او احنا مش بنفهم في المعمل، او بنشتغل في المعمل عندنا مش بنعرف ايه السبب، ايه السبب ان الكيتوزان بيعمل adsorption لبعض الاتومز more than the others. تعالي هنا نشوف ان احنا النتائج بتاعتنا نقولها بالتفصيل، ان لقينا باند جاب energies بتاعت بعض الاليمنتس مختلفه، وعلى وبينها لقينا ان الكبر والليد بيبقى very attachment للكيتوزان more than the others. من هنا نعرف ان في absorption efficiency بتختلف من عنصر للتاني. هنا نعرف ايه هو اهميه النيوكلير موديلنج، ان تديني الداينامكس ونفهم منها ان ديتيلز. طيب هنشوف توتال دايبول مومنتس، هنشوف البايندينج جاب انرجيز، هنشوف توزيع الطاقات بالتفصيل بدقة عالية على مستوى الالكترونز، هنشوفها مع بعض. طيب احنا في البيبر عرضنا ايه؟ عرضنا التالي، عرضنا ان احنا في عندنا ووتر بوليوشن في مصر عاوزين نعمل له معالجه. طبعا الووتر بوليوشن هو اللي تشينج الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال تشينج في الووتر او الاير او السويل، بيحصل فيه ديجريديشن للكواليتي بتاعت الووتر او الاير او السويل. في الحاله دي هنشوف ديجريديشن اللي حصل للميه. الكلام ده أسباب ممكن تبقى أسباب طبيعية، ممكن تبقى أسباب صناعية عن طريق الإنسان. طيب هنديكم مثال، أسباب الطبيعية زي الانزلاقات الأرضية زي الأعاصير أو فولكانز، كل دي ممكن تعمل بعض الهيفي إيليمنتس في المية. طبعا نتيجة صناعات الإنسان دخلها وراديو أكتيف انتراكشنز و عدم توزيع الويست بتاعت الإنسان بطريقة صحيحة والتخلص منها بطريقة سليمة، وأهمها اندستريال ويست وتأثيرها مباشر على البيئة. في دراستنا تأثيرها المباشر على تلوث المياه. تعال نشوف واحد من أهم مصادر تلوث المياه، وإيه السبب الأساسي اللي يخلي الإندستر يعمل بليوشن، ووتر بليوشن. لقينا إن من أهم ما الأسباب اللي بيخلي industrial water pollution
ان ميجور اوف اندستريال اونرز ار كيرلس، ما بيهمهمش absolutely no great about the rules and sins toward the environment. ما بيهمهوش يكلف المصنع بتاعه بعض الملايين عشان يجنب الاميشنز بتاعت بعض الأبخرة السامة، أو أن ينقي المية اللي خارجة من المصنع بحيث إنها بتلوث مصادر المية الموجودة في مصر على سبيل المثال، عشان طبعا ده هتكلفه شوية. فعشان هو كده إلى حد ما كيرلس بالنسبة environment. ده من الأسباب الأساسية اللي بيخلي industrial waste water is a industrial water is a one of the main sources بالنسبة pollution. هديكم مثال على التكستايل اللي هو مصانع المنسوجات. المنسوجات في مصر زي ما انتم عارفين بتستخدم بعض الدايز وبعض الهيفي ايلمنتس عشان تثبيت الصبغات على المنسوجات بتاعتها. هديكم مثال، واحد طن من القطن بيستهلك 65,000 كيلو وات في الساعة الكتريستي، وبيستخدم 250,000 لتر من المية. وللأسف كل كمية المية دي معظمها بيطلع تلوث البيئة، وتطلع مية مليئة بالهيفي إيمنز ومليئة بالأصباغ الملوثة، وبيبقى صعب جدا التخلص منها، وبتتكلف مليارات الدولة من اقتصاد الدولة في إزالة التلوث من هذه المصادر، وبتأثر سلبا على صحة الإنسان، بتسبب بعض الأمراض. عشان كده انتشرت الأمراض الخبيثة في الآونة الأخيرة في المجتمع. طيب، من الحاجات الـ very cost effective اللي هنستخدمها زي ما قلنا لإزالة الملوثات المواد الصلبة الكيتوزان. ليه استخدمنا الكيتوزان؟ هو natural source، هو natural biopolymer موجود في كل في معظم الفيشلز. الكيتوزان فيه ability كبيرة جدا في الأمينو أسيد زي ما هنشوف، بتعمل attachment كبير للheavy elements والدايز، هنشوف الكلام ده مع بعض. بيستخلصوه ازاي؟ بيستخلصوه من مادة اسمها الكايتين الموجودة في الشيلز بتاعت الشريمبس على سبيل المثال. الكايتين من سنة 1811 استمرت الأبحاث لغاية 1977 في العصر الحديث إلى حد ما. اديني مثال، انا لو عندي قشر بتاع شريمب، كويس، قشر شريمب ده احوله ازاي لكيتوزان؟ ببساطه خالص، بتوع كيمستري اشطر مني يعرفوا ان احنا لو عملنا ووشنج وضفنا بعض الاحماض زي ال NO H وال HCl بتركيزات معينه لمده من 3 ل 5 ساعات، وعنا نعمل دراينج ووشينج ودراينج لغاية هنوصل للكايتين. التريتمنت هي باستخدام ال NOH بتركيزات معينة هنوصل للكيتوزان. مش مكلفة خالص، وتقريبا السورس بتاع الكيتوزان almost free، ان هو بيعتبر ويست عندنا، فاحنا reuse of our wastes ونستخدمها في التخلص من التلوث، فدي حاجة بيئية جميلة جدا. طبعا بروباس كتيرة جدا جدا للكوتوسان على سبيل المثال، هو بايو بولمر، بايو كومباتابل، بايو ديجرادابل، نون توكسيك، مش سام جدا، ريماركابل
لو كوست طبعا، انفيرومنتال فريندلي، اكستريملي كوست افكتيف، تمام. يعمل اتاشمنت للميتالز وداي فيري سترونج، انتي بكتيريال. ليه انتي بكتيريال؟ بروبارس لسه مكتشفه حديثا وفي ابحاث عليها، وفي انتر اكشن داينامكس مع بعض الانزيمز. حديثا في بعض في الشرق الاوسط بداوا يستخدموا اغلفه ملكيتوزان ويغلفوا بها اطعمه، لان هي نون توكسيك او بايودجرادبل، يعني اما بيحصل لها ديجريديشن ما بتلوثش البيئة ولا تلوث الطعام زي البوليمر الصناعي العادي الموجود في الأسواق. طيب زي ما قلنا احنا، ده استراكشر بتاع الكيتوزان، لقينا ان فيه امينو جروب. الامينو جروب ممكن نعملها ببساطة جدا، نعملها اتاشمنت لبعض الاتومز. هنشوف. طيب دلوقتي في الشغل، الزميلة دكتورة آية ودكتورة سماح هيعملوا لنا التالي. هنشوف ازاي نعمل اتاشمنت للنيكل والرصاص مع الكيتوزان على سبيل المثال، ده بلايف ران على جاوزيان مولكيولار موديلنج بروجرام G09. بعد الكلام ده دكتورة سماح هتشوف نقدر نعمل اكستراكشن للانتر اكشن داينامكس ازاي، للران ده ازاي، نعمل اكستراكشن للانرجيز ازاي، نعمل لها ديسكشن ازاي، هنعمل اكستراكشن لكل الداتا بتاعت الهيفي اليمنتس كويس، هنعمل لها استراكشن ببساطة ازاي، ونعمل لها ديسكشن، ونعمل اناليسيز للانرجيز باختلاف انواعها، ونشوف ايه البروبابيلتيز بتاعه الداينامكس بتاعتنا. تركزوا معانا في العرض التالي من الدكتوره ايه، لو سمحتوا علي السبيكر شويه، وركزوا معانا في الخطوات ازاي نقدر نعمل استراكشر لمولكيول، ونعمل اتاشمنت للاتومز على المولكيولز 1 باي 1، نقدر نقسمه بالجاوز فيو، ونقدر نحسبه بالجاوزيان، ونعمل له ران ازاي، والستبس 1 باي 1. لو سمحتوا ركزوا معانا في الخطوات التالية. اتفضلي دكتورة ايه. السلام عليكم، احب ارحب بحضراتكم استكمالا للورشة اللي بيتم عرضها اونلاين حاليا. انا ايه عبد الرحيم، طالبة ماجستير في علوم القاهرة، ورسالتي تحت اشراف الاستاذ دكتور مدحت ابراهيم، وانا عضو في مجموعة الجرافين اللي تم تشكيلها في المدرسة الشتوية اللي فاتت. رئيس المجموعة دكتور وليد توفيق. استكمالا للي بدأوا مع حضراتكم دكتور وليد، طبعا هو اتكلم عن شغلنا بالتفصيل وخاصة عن الكيتوزان بالتفاعل مع الهيفي ميتالز. طيب انا هاخد مثال حاليا كلايف رانينج يعني للخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها. فانا هبدأ افتح فايل الكيتوزان من الجاوس فيو. المفروض المولكيول اللي احنا هنشتغل عليه نكون محددين شكله بالتفصيل ومرسوم خارجيا الاول بكل تفاصيل الكيميكال بوندز بتاعته، بعد كده ابدأ ارسمه على الجاوس فيو. طيب انا قدامي الكيتوزان اهو، بعد ما تمت الخطوات دي احنا واخدين منه 3 يونتس، واماكن الانتراكشنز عليه هي الثلاث اماكن الخاصه بالامين جروب اللي بيمتاز بيها الكيتوزان. طيب انا المفروض هبدا افاعل معاه هيفي ميتال، فانا هبدا بالمثال النيكل كاول ميتال يعني من ضمن الميتالز اللي احنا اشتغلنا عليها، فهو بيكون هيدريتد ميتال، فانا هختار من انواع البوندز اللي حوالين النيكل، هاخد يكون حوالي 6 بوندز. طيب هستبدله مع 1 هيدروجين اتوم من الامين جروب، وكمان هيكون الانتراكشن اللي ما بين ال N لل NH2 في الامين جروب مع النيكل
نوعه weak interaction، فأنا بحدد من هنا نوع البوند. وطبعا هو hydrated metal فلازم بيكون حواليه ميه، فأنا هختار شكل الأكسجين كده وأبدأ أستبدل مع كل ذرة هيدروجين OH. ناقص كمان ان انا يكون المية مع النيكل نوع الانتراكشن اللي ما بينهم برضو weak interaction. هختار كل two atoms وحدد نوع البوند بالشكل ده. واخر بوند كده احنا بيكون حوالين النيكل في خمس روابط، والرابطة السادسة اللي ما بين النيكل وما بين الامين جروب. طيب ده كده شكل الهيدروتيد ميتال المتفاعل مع الكيتوزان عن طريق الامين جروب. نفس الخطوة دي هبدأ اعيدها تاني في الجزء الامين جروب التاني، برضو هبدأ استبدلها مع ذرة هيدروجين وأحدد التفاعل الرابطة نوعها weak bond. أبدأ أستبدل كل ذرة هيدروجين بالمية بالشكل ده، وبعد كده أحدد نوع التفاعل ما بين كل ذرتين، نوعه weak interaction بالشكل ده. طيب كده برضو نفس الحكاية، النيكل حواليه ست روابط. نستكمل آخر جزء في تالت مكان، تالت سايت للاحتمالات اللي يحصل فيها interaction. برضو هختار النيكل واستبدله مع ذرة هيدروجين واحدد التفاعل ما بينه وما بين الامين جروب نوعه weak interaction، وابدأ استبدل كل ذرة هيدروجين بالمية. ونتأكد ان كل تفاعل برضو ما بين كل ذرتين نوعه weak interaction. فاضل اخر واحدة، طيب كده يكون شكل الكيتوزان مع الهيفي ميتالز اكتمل. المفروض ان انا هكون محتاجة اختار الميثود اللي انا هبدأ احسب عليها، فانا بختار من الكالكوليشنز كالكوليت. ايه بقى الميثود اللي احنا المفروض هنختارها؟ انا حاليا بحسب الانرجي، فانا هختار الميثود ان هي بتكون دي اف تي من انواع الميثودز المختلفه. طبعا التفاصيل دي بنكون احنا محددينها من الليتريتشر سيرفي، اللي احنا بنشوف ايه انسب ميثود نشتغل بيها على المولكيول بتاعنا. برضو الليفل اوف ابروكسيميشن هي بي 3 ال واي بي، والبيز سيت هي لان ال 2 دي زد. دي البيز سيت الانسب للمولكيول بتاعنا. التايتل المفروض الاسم بحدده هو بحسب انا الانرجي للكيتوزان والنيكل. انا كده بعمل edit وهسيفه، هغير الاسم بس اضيف عليه ان هو
مع النيكل وابدا اعمل سيف. طيب بيظهر لي ورك شيت بيكون فيه كل تفاصيل الموليكيول. طيب تمام، انا كده بقفل البرنامج وهبدا اروح افتح الجاوسيان فيرجن 09 دي اللي احنا اشتغلنا عليها. انا المفروض دلوقتي هبدا احسب الانرجي للكيتوزان مع الهايدريتد نيكل، فانا هختار الفايل اللي احنا لسه مسيفينه من شويه. ده الفايل اللي هو كيتوزان مع النيكل اللي بختاره، المفروض هيظهر لي هنا في الروت سكشن التفاصيل اللي انا محددها بالفعل في الاول. طيب المفروض ان انا هبدا اعمل ران حاليا، فهيطلب مني ان انا اسيف فين الاوتبوت فايل، فانا هختاره في نفس المكان اللي موجود فيه الانبوت فايل. المفروض هنا بيكون اوت فبسيف. حاليا كده هو بيبدا يعمل الرننج. المفروض الرننج على المولكيول بتاعنا ده بياخد تقريبا ما بين 6 ل 8 ساعات على حسب نوع الميتال اللي احنا استخدمناه. فده كان يعني تفاصيل الشغل، والمفروض طبعا النهايه خالص بنوصل للنورمال تيرمينيشن وبنقدر نطلع الداتا من الاوتبوت فايل. انا حاليا هوقف الحسابات بس هبدا اعمل اكزامبل تاني، بس بدل ما هو كان النيكل فانا هستخدم حاجه تاني مثلا الليد كان من ضمن شغلنا. فانا لو فتحت الكيتوزان نيكل الفايل اللي هو الانبوت، عشان بدل ما انا ابدا من الكيتوزان من البدايه خالص، فخليني افتح كده ونشوف شكل الكيتوزان مع النيكل. طيب انا المفروض عايزه احط هيفي ميتال تاني ويكون هايدريتد برضو، فانا هختار الليد البي بي، بس هختاره كاتوم لان انا اوريدي الميتال موجود حواليه ذرات الميه، فانا هستبدل ذره النيكل لوحدها بذره ليد. هي تمام كده، كده انا كملت كل التفاصيل، يعني المولكيول جاهز قدامنا بس للليد. هبدأ تاني احدد الكالكوليشنز اللي احنا عايزين نحسبها. هنحسب الانرجي، الميثود بتاعتنا هي دي اف تي، نفس الابروكسيميشنز، نفس البيز سيت، و هبدا اغير في التايتل بدل ما هو نيكل يكون الليد. خليني اعمل اديت وهسيف، بس هغير اسم الفايل برضو. برضو دالي وورد شيت بكل تفاصيل المولكيول. طيب تمام كده، محتاجين نعمل ايه؟ بستكمل ان انا المفروض اكمل الحسابات على الكيتوزان مع الليد. هفتح البرنامج جاوسيان بنفس الخطوات اللي احنا عملناها من شويه، هختار الفايل اللي هو كيتوزان مع الليد كانبوت فايل. طيب ادي الليفل اوف ابروكسيميشن والبيز سيت، بنعمل الرن، بحدد فين الاوتبوت نفس الحكايه، بختاره في نفس المكان اللي موجود فيه الانبوت فايل وابدا اعمل سيف. كده الرننج هيبدا يشتغل، برضه يبدا ياخد معايا الوقت الحسابات اللي هو بيبدا ياخده من 6 ل 8 ساعات على حسب طبعا كل مولكيول بنشتغله. وانا كده بقفل الحسابات. يعني دي كانت الخطوات التفصيليه ل تو اكزامبلز للحسابات اللي احنا اشتغلناها في مجموعه الجرافين مع الكيتوزان مع الهايدريتد هيفي ميتالز. واتمنى ان تكونوا استفدتوا، وشكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتورة آية على الشرح الممتع ده للخطوات العملية، ازاي نقدر نعمل موديلنج للمولوكيول والاتاشمنت لواحد من العناصر ونبدله بعنصر تاني
بسهولة. طبعا التدريب على الخطوات خد وقت شوية لغاية ما قدرنا نبقى بروفيشنال في الستيبس دي، فناخد بالنا منها ونسمعها بوضوح مرة واثنين وثلاثة عشان نقدر نكررها لحد فيكو عاوز يكرر الخطوات دي. طيب بعد ما عملنا الران هتاخد وقت، ديبند على سرعة الجهاز والميموريز اللي عندك، ممكن تاخد يوم او اتنين او اكتر على حسب الانتر اكشن اللي انت بتعمله. هناخد بعد كده ايه، هنشوف بعد كده الانرجيز اللي بتطلع عندنا ونشوف نقدر نحللها ازاي، نعملها اكستراكشن من البرنامج ازاي ونحللها ونحطها بشكل يقدر يدينا انفورميشن عن انتراكشن بتوين المولكيول والهيفي elements، نشوف الانرجي باند جابس والتوتال دايبول مومنتس والديستريبيوشن بتاعت الانرجيز، ونقدر نشوف قد ايه المولكيول اللي بيعمل اتاشمنت ادسوربشن للالمنتس، و انهي واحد اكتر بيبقى الباندنج انرجي، الانرجي باند جاب بتاعته اقل بيبقى الاتوم قريبة جدا من المولكيول، والتوتال دايبول مومنت بتبقى قوية جدا، بتبقى قيمتها عالية، معناها ان رابطة قوية بين المولكيول والاتوم دي. تعال دكتورة سماح اتفضلي. السلام عليكم، معاكم سماح عبد الحميد. هنبتدي نستعرض نتائج البحث ونناقشها. في البداية هنتكلم عن overview عن الموضوع بشكل عام، ثم نستعرض نتائج total dipole moment و homo lomo band gap energy، وكمان هنستعرض مع بعض molecular electrostatic potential، وفي النهاية هنناقش النتائج دي ونشوف هي بتعبر عن ايه. في البداية زي ما دكتور وليد اتفضل وطرح وقال ان الهدف العام للدراسة بتاعتنا هو ازالة toxic heavy metals الموجودة في الويست ووتر. أول حاجة، الدراسة دي هي دراسة نظرية على الكيتوزان، استخدمنا 3 وحدات من الكيتوزان، واستخدمنا الكيتوزان كأدسوربنت للهيفي ميتالز، وكمان شفنا تفاعل الكيتوزان مع أنواع معينة من الهيفي ميتالز اللي موجودة في الويست وودر، ولكن الهيفي ميتالز دي كانت هايدريتد لأنها محاطة ب6 جزيئات من المية. الهيفي ميتالز اللي استخدمناها كانت ليد، نيكل، حديد، كوبر، أرزينك، وكادميوم. حسبنا التوتال دايبول مومنت وهومو ولومو باند جاب انرجي، وكمان شفنا كونتور اوف مولكيولار الكتروستاتيك بوتنشال باستخدام الدي اف تي عند ليفل بي 3 ال واي بي، وباستخدام بيز ست لان ال 2 دي زد. النتائج عن التوتال دايبول مومنت وهومو ولومو باند جاب انرجي ادتنا انديكيتور كويس عن مدى الرياكتيفيتي الخاص بالكومباوند محل الدراسة. خلونا في البداية نستعرض مع بعض ازاي بنعمل اكستراكشن للداتا. طبعا زي ما دكتور آية اتفضلت وشرحت وقالت ازاي احنا بنرسم المركب على الجاوز فيو، ثم بنحسب له حسابات معينة ونسيبه يعمل رن، بياخد وقت طويل في الرن، وفي الاخر بيطلع لي اوتبوت فايل. هنفتح الاوتبوت فايل باستخدام جاوز فيو ونحسب اول حاجه توتال دايبول مومنت، بنضغط كليك شمال ثم نختار ريزلت، ومن ريزلت نختار سمري. لما بضغط على سمري بيظهر لي ويندو، الويندو دي فيها اغلب الداتا اللي انا محتاج اعرفها عن الكومبلكس بتاعي. في الآخر بلاقي كلمة dipole moment وقدامها رقم، الرقم ده وحدة قياسه الدي باي، دي قيمة الدايبول مومنت، وكده أنا حسبت الدايبول مومنت الخاص بالمركب. نحسب الهومو واللومو باند جاب انرجي، بنضغط كليك شمال ونختار edit، ومن edit بنختار MOS molecular orbitals، بيظهر لي ويندو، بضغط new MOS، ومن ميثود بختار generate new checkpoint file واضغط generate.
هو هنا بيقول ان التشيك بوينت فايل موجود بالفعل، ولكن هنبتدي نعمله مرة تانية. هو بياخد وقت شوية، ولكن مش وقت طويل، مش اكتر من دقيقة. كده checkpoint file موجود عندي، هضغط على visualize ومن add type بختار homo lumo واضغط update. طبعا كلمة هومو ولومو بتعبر لي عن lower energy level و higher energy level. بتاخد وقت شوية برضو، ولكن مش كتير. زي ما احنا شايفين توزيع الاوربيتالز around الكيتوزان مولكيول ابتدت تظهر بشكل اوضح. بلاقي عند كلمة add list في رقمين 134A و135A، دول بيعبروا عن lower energy level و higher energy level. باجي عندهم واشوف قيم الطاقة كانت كام. هما اللي متعلمين باللون الأزرق، باللون الأصفر سوري، وابتدي أحسب ال difference in energy، وكده يبقى أنا حسبت ال band gap energy. كده استعرضنا مع بعض إزاي بنعمل extraction لل data. نبتدي نكمل نتائج البحث. لما حسبنا ال total dipole moment و homo lomo band gap energy للكيتوزان والكيتوزان مع الهيفي ميتالز، ظهرت نتائج معينة. عند الكيتوزان كان التوتال دايبول مومنت بيساوي 4.09، والباند جاب انرجي كانت 2.57. لما ضفنا الحديد لقينا ان التوتال دايبول مومنت زادت والباند جاب انرجي قلت. لما كملنا اضافة للهيفي ميتالز المختلفة التوتال دايبول مومنت زادت والباند جاب انرجي قلت. ولكن لاحظنا حاجة مهمة جدا، وهي ان الكيتوزان مع الكوبر والكيتوزان مع الليد بيديني اعلى قيم للتوتال دايبول مومنت واقل قيم للباند جاب انرجي. ده بيعبر عن حاجة معينة هنشرحها قدام شوية. تعالوا نشوف على الجانب الاخر شكل الاستراكشر. هنا ده الكيتوزان، واللي تحت دول الكيتوزان بإضافة الهيفي ميتالز المختلفة. على الناحية اليمين بنلاقي نفس الاستراكشرز، ولكن بعد ما عملنا لها هومو ولومو، يعني هنا الانبوت فايل وهنا الاوتبوت فايل. بعد ما طلع لي الاوتبوت فايل بيظهر لي توزيع الاوربيتال بشكل اوضح. بلاقي ان في سيمتري حوالين الكيتوزان، توزيع الاوربيتالز تقريبا متساوي، ولكن لما ضفنا الهيفي ميتالز المختلفة لقيت ان الاوربيتالز بقت لوكالايزد اكتر حوالين الهيفي ميتالز. بعد كده هنتكلم عن المولكيولار الكتروستاتيك بوتنشال. مولكيولار الكتروستاتيك بوتنشال از ريبريزنتد باي ا كونتور اراوند مولكيول، يعني عبارة عن كونتور، دوائر او خطوط موجودة حوالين المولكيول. الخطوط دي بيكون ليها 3 الوان، اللون الاحمر واللون الاصفر واللون الازرق. كل لون منهم بيعبر عن حاجة معينة، فبنلاقي إن اللون الأحمر بيعبر عن high activity، واللون الأصفر بيعبر عن moderate activity، واللون الأزرق بيعبر عن low activity. لو جينا لاحظنا عند الكيتوزان بلاقي إن الخطوط موجودة بشكل معين. الخطوط هنا دي الخطوط هنا الحمراء، فدي المناطق اللي فيها قابلية عالية لحصول الانتراكشن. لما ضفنا الهيفي ميتالز المختلفة بلاقي ان توزيعات الكونتور دي اختلفت تماما وبقت لوكالايزد اكتر حوالين الهيفي ميتال.
تعالوا نشوف كل الكلام ده بيعبر عن ايه. اول حاجة هومو لومو باند جاب انرجي بتعبر عن distribution of orbitals around the molecule زي ما اتكلمنا قبل كده. تاني حاجة لما total dipole moment بتزيد وقتها الباند جاب انرجي بتقل، وده بيعبر عن قابلية عالية لحصول الانتراكشن. ثالث حاجة الكيتوزان عمل تفاعل بالفعل مع الهيفي ميتالز المختلفة محل الدراسة اللي اتكلمنا عنها في بداية الشرح، ولكن التفاعل ده أو قابلية تفاعل الكيتوزان كانت عالية جدا مع الكبر والليد. آخر حاجة الموليكولار إلكتروستاتيك بوتينشال بيعبر عن كمية وقوة التشارجز والنيوكلياي والإلكترونز اللي موجودة حوالين الموليكيول في ديفينيت لوكيشن في منطقة معينة ومنطقة محدودة. كده استعرضنا مع بعض نتائج البحث وازاي ان احنا بنعمل اكستراكشن للداتا وكل النتائج دي بتعبر عن ايه. اتمنى يكون الشرح كان كافي ووافي بالنسبة لحضراتكم، وشكرا جدا لحسن استماعكم. شكرا جدا دكتورة سماح على الشرح الجميل اللي احنا فهمنا فيه ازاي نعمل داتا اكستراكشن ونقدر نحلل فيها الطاقات المختلفة بتطلع لنا في الانتراكشن داينامكس بتوين المولكيول والاتومز، ونشوف امتى التوتال دايبول مومنت بيزيد وامتى البايندنج بيزيد الباند جاب انرجي بيزيد او بيقل، وده بيدل على ايه. نقول ان هو ان احنا باستخدام الدي اف تي والابروكسيميشن ده والبيست قدرنا نعمل استادي للابيليتي للكيتوزان ان هو الانتر اكشن مع هيفي اليمنتس في الهيدريتد فورم. جميل جدا. طيب الانتر اكشن ده ابلاينج فين؟ ابلاينج في الاكواتيك انفايرمنت اللي هو الووتر. الانتر اكشن ادانا ان الليد والكوبر the most strongest attachment معاهم ال highest total dipole moments وال lowest band gap energies. يعني ال attachment between ال copper وال lead قوية جدا، رابطة قوية جدا. ده يفسر لنا ال absorption بتاع الكيتوزان مع ال heavy elements مش متساوي. بعض ال elements بيبقى قوي جدا وبعض الآخر بيبقى إلى حد ما مقبول لكن مش بقوة عالية. ده بيدينا ability إن احنا ممكن ندرس ال correlation دي ونشوف ازاي نعمل نحسن بعض ال elements التانية، بنعمل addition، بنشوف correlated material، بندرس الموضوع ده بتوسع. لكن مبدئيا لقينا ال affinity بتاعت الكيتوزان مع الكابر والرصاص عالية جدا. تمام. طبعا الكومبيتيشنال ستادي دي ليها ابلكيشن كتيره في التريتمنت بتاع الهيفي اليمنتس في الويست ووتر انفيرمنتال ابلكيشن. قبل ما انتهي انوه ان احنا الفيوتشر وورك بتاعتنا بندرس واحد من الحاجات المهمة جدا في التطبيقات اللي هي جرافين ماتيريال. جرافين is two type material ليها characteristics very special very strong very light ليها ability عالية انها تعمل attraction الالكترونز وبعض الاتومز، ليها ability عالية انها تعمل configurations كتيرة. طبعا لو خدنا اكتر من 7 layers للجرافين بترجع تبقى جرافيت تاني.
ليها تقدر تعمل interactions على two sides، تمام، عشان هو تو دي ماتيريال. تقدر تاخد configurations مختلفة زي ما احنا قلنا، عشان كده ليه ممكن ليها دي different applications في environmental applications والباتريز، لان ability عالية انها تعمل attraction للالكترونز. نقدر نخليها سنسور، ممكن نخليها تعمل تحسين للإفشنسي بتاع السولار انرجي، لان الانرجي باند جاب ساعتها مختلفة جدا على السيليكون على سبيل المثال. الفريق اللي قام بمجهود شاق عشان الشغل ده يبدأ يظهر، ده اول انتاج لمجموعة الجرافين اللي شجعها الدكتور أستاذنا الدكتور مدحت بعد المدرسة الشتوية اللي كانت في يناير، وشجعني إن أنا أنضم للمجموعة وأرقص، شرفت برقصة المجموعة الجميلة دي، إن هي فيها الدكتورة هند والدكتور عبد الرحمن، الدكتورة وسام، الدكتورة أسامة، الدكتورة سماح، الدكتورة آية. عمل مجهود رائع معانا عشان نقدر نطلع الشغل ده، والحمد لله في شغل تاني بدأنا نعمل له سبميشن عشان يتحكم، ونشوف نتيجة التحكيم إذا هنقدر نعمل فيها إيه، ونعمل استودي نبدأ نمشي في مراحل البحث العلمي في الجرافين. بكرر شكري لأستاذنا الدكتور مدحت إنه شجعنا إن إحنا ناخد هذا المضمار من الجديد من البحث العلمي، اللي هيساعد في فهم الانتراكشن داينامكس لكل الناس اكسبيرمنتال، ان هم بتتكلف كتير جدا عشان نعمل الاكسبيرمنت، واحيانا النتائج بتبقاش واضحه الانتراكشن داينامكس سببها ايه. في الحاله بتاعتنا قدرنا نفسر بدقه عاليه جدا ايه الانتراكشن داينامكس، ودينا مثال في هذا البحث. أشكركم وأشكر حسن استماعكم.